السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف example على ال torsion stress أو ال shear stress due to torsion وازاي نحسب ال twisting angle. طيب هنا بيقول لي determine the maximum shear stress due to torsion and find the rotation at point A عند النقطة A، وجايب لي هنا shaft زي ما باين كده من اول A لغاية D. من اول A لغاية D الديامتر بتاعه هو 10 سنتيمتر عليه على مسافة 15 سنتيمتر على بعد 15 سنتي، في torsion moment بتلف في الاتجاه ده، اللي هو لو احنا قطعنا section وعملنا right hand side فممكن نقول ده اتجاه البوزيتيف بتاعي، يعني ممكن نكتب كده ده اتجاه البوزيتيف بتاعي 12.5 pi 10 سنتيمتر. المسألة دي موجودة في كتاب الدخخني للي حابب، يعني من الكتاب كتاب ممتاز الصراحة. عندي هنا شفت طوله من أول B لغاية C حوالي 65 سنتي. الشفت ده لي أوتر ديامتر اللي هو 20 سنتيمتر، وإنر ديامتر مفرغ زي ما باين كده هو 10 سنتيمتر، وفي الآخر هو فيكسد عند نقطة C. فخلينا كده نشوف شكل ده السكشن اللي هنا ده هيبقى حاجة بالمنظر ده، ونقول ان ده كده 10 سنتيمتر، وفي السكشن التاني الناحية التانية ممكن نقول حاجة ده السكشن الثاني من هنا 10 سنتيمتر، و الديستنس دي هي 20 سنتيمتر. يعني هو يهمني الشكل ده اللي هو زي البايب كده. اول حاجة هعملها زي ما متعودين، انا هحسب الإكوليبريم إكويشنز بتاعتي، هطلع رياكشنات واحسب الانترنال فورسز. كبداية كده أنا عندي هنا مومنت اللي هي تورشن، وعندي هنا تورشن مومنت، فمتوقع إن هنا هيبقى عندي رياكشن عكس الاتنين دول. تعال نسميه مثلا R at C. ف سيجما مومنت حوالين الأكس X على افتراض إن ده اتجاه البوزيتيف بتساوي زيرو، فيبقى معايا 12.5 pi + 36.5 pi - ال RC بتساوي 0. أصبح عندي ال RC اللي هي تبقى التورشن عند نقطة C بتساوي 37.5 pi 375.5 pi. ده كده الرياكشن بتاعي. خطوة بعد كده اني ارسم الانترنال فورسز بتاعتي، وتعالى نرسمها على دياجرام زي ما كنا بنرسم الشير فورس دياجرام. عند النقطة A عندي لو خدت سكشن وبصيت من الليفت هاند سايد هلاقي زيرو تورشن لغاية بوينت اللي هي على بعد 15. لغاية البوينت اللي على بعد 15 هتلاقي عندي torsion قيمته positive 12.5 pi. فتعال نقول ان ده كده طلعت قيمة positive 12.5 pi. طيب تعال نكمل. هتلاقي من اول D لغاية B مفيش حاجة، من اول D لغاية B هي constant، هي still 12.5 pi، مفيش حاجة قبلتني. ومن B لغاية E برضو مفيش حاجة. عند نقطة E اللي هيحصل هلاقي positive 362.5، يعني هنا هزود على ده 362، فيبقى مجموعهم هما الاثنين 375.5 pi. يبقى ده الانترنال تورشن اللي عندي في الحتة دي، ولغاية الاخر عندي constant برضو مفيش اي حاجة تابعني لغاية
السبورت يقابلني التورشن عكس الاتجاه قيمته نيجاتيف 37.5 فينزلني للصفر. هتلاقي ان الدايجرام بتاعي اتقفل، يبقى ده كده الدايجرام بتاعي وقيمته بوزيتيف بوزيتيف، وهنسمي الدايجرام ده هو التورشن مومنت دايجرام. تمام، يبقى انا خلصت كده الاكويليبريم والانترنال فورسز. الخطوه الثانيه عندي هي ان انا احسب السكشن بروبرتي. طيب هنا ايه السكشن بروبرتيز بتاعتنا؟ هي طيب البولر مومنت اوف انرشيا هي الجي، الرول بتاعي بيقول لي باي ديامتر الاوتر باور 4 ماينس ديامتر الانر باور 4 اوفر 32. طيب تعال نجيب الجي من عند نقطة A لغاية نقطة B، لأن ده سكشن واحد اللي هو المنظر ده كده، ده كده A B. هنلاقي إن جي عند A B بتساوي باي ال D أوتر بتاعتي اللي هي 10 باور 4 ماينس D انر اللي هي مش موجودة أصلا 0 باور 4 على 32 تساوي 312.5 باي سنتيمتر باور 4. بالنسبة لي الجزء الثاني اللي هو الجي، بقية السكشن اللي هو المختلف عندي اللي هو هيبقى سكشن بي سي، هتلاقي ان جي من النقطة بي للنقطة سي بتساوي باي الديامتر الاوتر عندي اللي هو 20 باور 4 ماينس الديامتر الانر اللي عندي اللي هو 10 باور 4 اوفر 32. هتلاقيها بتساوي 4700 باي سنتيمتر باور 4. جميل، ده السكشن بروبرتيز بتاعتي. تعال نشوف بقى الماكسيمم شير ستريس. تعال نفتكر كده الرول، التاو بتساوي تي في فرو اوفر جي. امتى تبقى القيمة دي ماكسيمم؟ امتى تبقى تاو ماكسيمم؟ امتى تبقى شير ستريس ماكسيمم؟ لما تبقى ماكسيمم تي يعني اقصى تورشنال مومنت، يبقى انا هدور على اقصى تورشنال مومنت، تبقى ماكسيمم رو يعني ابعد نقطة على السكشن، يعني من الاخر كده هيبقى الرو بتاعتي بتساوي الار اللي هي الريديوس بتاعي، والجي اللي هي اقل بولر مومنت اوف انرشيا. ليه اقل؟ لان التاو هتلاقيها انفرسلي بروبورشنال مع الجي، كل ما الجي تقل كل ما مقاومة السكشن في التورشن تقل كل ما الشير ستريس بتاعتي تزيد. تمام، يبقى انا هدور على ال smaller جي. حلو، تعال نبص كده على الماكسيمم تي. ادي الماكسيمم تي اللي هو اي سكشن من اول النقطة دي لحد النقطة دي، ده هنا هسميه الماكسيمم تي. طيب تعال نشوف الماكسيمم رو، هتلاقيها اللي هي العشرين الديامتر الاوتر 20. جميل، طيب المينيمم جي هتلاقي عند بي سي ده مش المينيمم جي، ده الماكسيمم جي، يبقى الشرط ده ما تحققش، ده طلع عندي الجي كبير. طيب تعال نروح كده الناحية التانية عند الماكسيمم تي، للأسف اللي هي التي اللي هنا هتبقى البوزيتيف، هنروح عند تعال نروح عند التي اللي هي بوزيتيف هنا الصغيرة اللي هي، تعال نروح كده للتورشن اللي عندها مينيمم جي. لما اروح احقق الشرط بتاع المينيمم جي اصغر جي في القطاع ده، مش هلاقي برضو عنده ان التي هي الماكسيمم ولا الرو الماكسيمم. طب يبقى انا كده مش قادر احدد من خلال النظر من خلال اللوجيك انهي نقطه هي اللي فيها الماكسيمم جي، فهعمل ايه؟ هحسب عند النقطه دي واحسب عند النقطه دي واشوف، بس انا متوقع ان هو هيبقى في اني جزء، انا متوقع يا اما عند السكشن ده
اي جزء من السكشن ده، يا اما اي جزء من السكشن ده. تالت حاجة بالنسبة لي هي الستريسز. يبقى الشير ستريس عند السكشن من دي لغاية بي اللي هو الحتة دي كده، التي بتاعتي بكام؟ 12.5 باي زي ما ظاهر عندي كده. الرو اللي هو الريديوس هنا عشان ده الماكسيمم بالنسبة لي هيبقى كام؟ هو كان الديمتر 10، يبقى الريديوس بتاعي 5 اوفر الجي اللي عند الجزء ده اللي هو هتبقى 312.5 باي equal 0.2 تون بير سنتيمتر سكوير. طب تعالى نحسب الجزء الثاني، التاو عند الجزء اللي هو من تعالى نحسب الجزء الثاني اللي هو هيبقى التاو من اي لحد سي بتساوي التي عندي او 375.5 باي. الرو عندي هتبقى كام؟ هنا كان الديامتر الماكسيمم 20، فانا هاخد الريديوس بتاعي يبقى 10 اوفر الجي. الجي في السكشن اللي هنا ده كانت كام؟ كانت في اللي هو الجي بتاعت البايب الجزء المفرغ اللي هو 4700 باي. ده هتطير مع ده يديني الستريس 0.8 تون بير سنتيمتر سكوير. يبقى فين الماكسيمم ستريس بتاعي؟ هيبقى هو ده، أصبح التاو اي سي هي التاو الماكسيمم في السكشن. طيب تعال نشوف كده الثيتا، هو ايه الرول بتاع الثيتا؟ رول الثيتا بيقول تي ال على جي في جي. يبقى محتاج اقسم ريجنز بحيث تكون التي والجي والجي ثابتة. طيب تعال نشوف كده الريجنز اللي هنقسمها من هنا لغاية هنا، التي بزيرو يعني من هنا لغاية هنا الثيتا تبقى بزيرو أصلا، تمام. من هنا لغاية هنا اللي هو من الجزء ده لحد الجزء ده هو تي كونستنت، بس لو جينا بصينا فوق هتلاقي ان عند الجزء ده كده عندي تو ديفرنت جي، جي بتاعت الجزء الصغير الشافت الصغير والجي اللي عند البايب اللي هي مفرغه منه. يبقى الريجن من هنا لغايه النقطه دي هي كونستنت تي وجي وجي، وبعد كده من هنا لغايه هنا هي كونستنت تي وجي وجي. يبقى ممكن نسمي دي ريجن 1 ونسمي دي ريجن 2 اللي هي تبقى من النقطه دي للنقطه دي، نسمي دي ريجن 3، ومن هنا لغاية الآخر هتلاقي إنها constant T وفي نفس الوقت constant G وفي نفس الوقت هي نفس الماتيريال، كلهم من نفس الماتيريال، يعني كده كده ال G constant along the section. فيبقى عندي أدي region 4. يبقى أنا لما هاجي أحسب هحسب theta 1 زائد theta 2 زائد theta 3 زائد theta 4 عشان يطلع لي إيه ال rotation أو ال twisting angle اللي عند النقطة 1. يبقى كأني حسبت relative من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعد كده في الآخر طلع لي total بتاعهم كده. ثيتا ريجن واحد بتساوي زيرو، ثيتا عند ريجن اتنين هتساوي تي عند ريجن اتنين في ال على جي في جي. التي اللي هي عند الجزء الاولاني كانت 12.5 باي، والطول بتاعها كام؟ تعال نرجع نشوف الطول. يبقى هنلاقي ان الريجن بتاعتي دي هتلاقي الطول بتاعها 25 سنتيمتر. يبقى عند ريجن 2 هلاقي ان ال بتاعي اللي هو طول الريجن 25 سنتيمتر اوفر الجي اللي هي عند الجزء الصغير كانت ب 312.5 الباي، والجي عند الجزء ده اللي هو اصلا الطول كله بتاعي 800 اصلا ثابت. ده ثيتا 2. تعال نحسب ثيتا 3 هتبقى تي ال على جي جي. التي الطول
في الريجن رقم 3. تعال نشوف ريجن رقم 3، هنلاقي ان الطول بتاعي 15، والتي بتاعتي في الريجن رقم 3 هي ستيل التورشن الصغيرة، والجي عندي هتبقى الجي بتاعت الماسورة الكبيرة او البايب دي اللي هي فيها 2 diameters، والجي كده كده ثابتة. طيب تعال نعوض، يبقى التي الصغيرة زي ما هي في الطول بتاعي اللي هو اصبح 15 اللي عنده constant تي، والجي بتاعتي الكبيرة بقى المرة دي، والجي بتاعتي 800. تمام، ثيتا 4، هتلاقي ثيتا 4 اللي هي تي في ال على جي جي. تعال نجيب التورشن اللي هي في الاخر خالص، اخر ريجن، هتلاقي ان التي بتاعتي عند اخر ريجن 375.5، الطول بتاعي هيبقى الطول ده اللي هو 50 سنتي، الجي بتاعتي هتبقى الجي بتاعت الماسورة الكبيرة، والجي بتاعتي اللي هي كده كده ثابتة 800. نعوض عن الكلام ده، هتبقى المرة دي المومنت الكبيرة التورشن الكبيرة، واللينث بتاعي 50 و 4700، ده الجي، والجي بتاعتي ب 800. هنلاقي ان القيمة دي هنا 1/800 ريديان، يبقى الانجل اللي عندي هنا هتبقى بيه الريديان. القيمة في الجزء الثاني ده هيبقى 1/10000 ريديان، ثيتا هنا تبقى قيمتها 4/800 اللي هي 1/200 ريديان. يبقى ثيتا اللي عند النقطة ايه هي مجموع كل دول، ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد ثيتا 3 زائد ثيتا 4، اللي هي هتبقى بتساوي 5.08/800، ده ريدي. طيب عشان احول من ريدي لدجري بعمل ايه؟ بضرب في 180/π فيديني 0°21′ 42″. يبقى هي دي التويستنج انجل بتاعت ثيتا لغاية دي. يعني لو حبينا نعبر عنها، لما نحب نعبر بقى عن الثيتا دي في دايجرام اللي هو تويستنج انجل دايجرام، تعال نقول ان هنا السبورت بتاعي والريجنز بتاعتي، تعال نقول ان دي ريجن 1، دي ريجن 2 حاجه كده، ريجن 3 حاجه كده، ريجن 4 حاجه كده، طبعا المفروض ترسم تو سكيل. فهنلاقي ان النقطه اللي هنا اللي هي الثيتا دي اللي هي عند الفيكسيشن عند سبورت بزيرو، فهلاقي ان الثيتا عند السبورت ده بزيرو، وبعد كده هتوصل هنا لقيمة، اقدر اوصل كده واقول ان ده كده الخط ده كده هو مقدار يعبر عن ثيتا فور، تقعد تقل 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 لغاية لما توصل لزيرو عند السبورت. طيب وبعد كده هلاقي ان عند النقطة دي يبدأ يظهر معايا relative، يعني نقطة 2 with respect to نقطة 3، النقطة اللي هنا with respect للنقطة اللي هنا relative، يظهر معايا هنا ثيتا بتاعت ريجن 3 هتفضل برضو تزيد لغاية لما تقف عند النقطة دي. تمام، وبعد كده هيبقى عندي عند نقطة 1، عند نقطة 1 relative ثيتا اللي هي ثيتا بتاعت ريجن 2 اللي هي الجزء ده، فأوصل دي بدي، وعند آخر نقطة اللي هي ثيتا 1 ريلاتيف بقى من هنا هي بزيرو، فتفضل دي كده كونستنت، تبقى دي اللي بتعبر عن ثيتا 1. تمام، يبقى في الآخر النقطة الأخيرة دي اتحركت بمقدار قد إيه؟ النقطة دي اتحركت بمقدار قد إيه؟ ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد ثيتا 3 زائد ثيتا 4.